ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد محمد بن عبد الله. هنبدأ مع بعض نتكلم شوية على خواص سطح المكتب. أول حاجة هناخدها في خاصية سطح في خواص سطح المكتب، إزاي نغير خلفية الجهاز. قدام الخلفية ديت عايز أخليها الخلفية المعتادة اللي أنا بجيبها كل مرة، اللي هي الخلفية بتاعت سنة أولى كمبيوتر. لو دخلت على ماي كمبيوتر وبعدين دخلت على سنة أولى كمبيوتر، أي صورة عندي في الجهاز، أي صورة عندي أقدر أخليها خلفية للجهاز. أخش على الصور، أجيب الصورة بتاعت سنة أولى كمبيوتر وأتفرج عليها. وأنا أتفرج عليها كده هضغط عليها ضغطة يمين، وبعدين اقول له سيت از ديسك توب باك جراوند، الخيار اللي قدامي ده كده. هطلع لو قفلت ديت ونزلت ده، هلاقيها بقت خلفيه لسطح المكتب. ده اللي انا كنت عايزه. ده اول حاجه بناخدها، ازاي نغير خلفيه الجهاز او خلفيه سطح المكتب، ديسك توب باك جراوند. دي اول حاجه خدناها، هناخدها في الخواص بتاع سطح المكتب. الخواص بتاع سطح المكتب اسمها ديسبلاي بروبرتيز. يعني ايه ديسبلاي بروبرتيز؟ كلمة ديسبلاي باللغة الإنجليزية يعني عرض أو فرجة، يعني خواص الفرجة أو المشاهدة أو الرؤية، الحاجات اللي أنت بتشوفها طول ما أنت ماشي في الجهاز. فأول حاجة ناخدها ازاي نجيبها أصلا، نقف على سطح المكتب في أي حتة فاضية، وبعدين نضغط ضغطة يمين، وبعدين بروبرتيز هتطلع لنا الديسبلاي بروبرتيز. اسمها هنا دايما اسم النافذه بيبقى هنا ديسبلاي بروبرتيز. ديت اسمها ايه؟ اول تبويبه، كل واحده من دول اسمها تبويبه، تاب. فالتاب الاولانيه اسمها سيمز، الثانيه اسمها ديسكتوب. عايز اجيب اي تاب فيهم بضغط عليه تقوم تبان الحاجات اللي متخفيه ورا التابات دي. فالتابس ديت اول تاب فيهم اسمها سيمز. سيم يعني سيم يعني سمات. اظن كلمة سمات بقت شائعة بعد زيوع وانتشار الموبايلات بالشكل الكبير ده. فكلمة سيم يعني اللي هي ممكن تقال عليها الاوضاع او الاشكال المختلفة الموجودة للحاجة. بمعنى ان السيم دي مجموعة من الاشكال والالوان اللي انت بتمثلك الاطار العام للحاجات اللي انت بتتعامل معاها اثناء الجهاز. يعني مثلا انا دلوقتي السمات بتاعتي مخليه الجهاز بالشكل ده، الوانه وشكله واداؤه بالشكل ده. فلو ضغطت هنا عشان اغير السمات هقول له ايه مثلا؟ ويندوز اكس بي. السيمز هنا هختار ويندوز اكس بي، هيشوف عمل لي تغيير ده. خلاص تغيير مش ملحوظ، او لو قلت له ابلاي يبقى رجعني الويندوز اكس بي الاصلي، يعني كاني لسه منزل نسخه. خلاص لو قلت له ويندوز كلاسيك هيرجع لي السيم الاصلي ده. ابلاي، خلاص يبقى انا بغير السيمات من هنا واشوف السيم اللي انا عايزه. لو مو سيمز اونلاين، لو انا عندي نت ممكن اقوم جايب من مور سيمز اونلاين ديت، اقوم جايب من النت سمات تانية. لو انا عندي سمات منزلها من على النت بس موجوده عندي على الجهاز، بعمل لها هنا دايما كلمه براوز، يبقى انا هستعرض الحاجات واخش على الفولدر اللي فيه السمات ديت ايا كان مكانه على الجهاز، واضغط عليها ضغطتين واقول له اوبن، السيم ده هيشتغل. خلاص فممكن واحد يعمل سيم معين، شكل جمالي معين، اداء معين. سيم بيمثل الالوان، يعني لو حضرتك بصيت هنا هتلاقي ده كله كان ازرق بقى اللون الرمادي ده. خلاص لو دخلت هنا هتلاقي ده ماي كمبيوتر بقى شكله اداؤه عامل كده. خلاص في حاجات كتير الوانها اتغيرت او الوانها اتعدل فيه. فالتعديل العام للاشكال والالوان والحروف والخطوط والحاجات احيانا بيتضمن تعديل في الخطوط ايضا. المهم يعني ايش بشكل ده بنسميه سيم. خلاص طبعا احنا هنشتغل على السيم بتاع الويندوز اكس بي عادي. ابلاي، كويس كويس. تاني حاجه هناخدها الديسكتوب. الديسكتوب دي وظيفتها الاساسيه ان انا اغير خلفيه سطح المكتب. بجيب الخلفيه اللي انا عايزها، اقف هنا، هو موفر لي بعض الخلفيات، اول ما اضغط عليها تبان في الشاشه ديت، تبان في الشاشه اللي فوق. خلاص
اتفرج عليهم واشوف الشكل اللي يعجبني فيهم، اقوم ضاغط ابلاي، هتبقى خلفيه لسطح المكتب. يعني مثلا لو انا عاجبني ده اقول له ابلاي، بقت خلفيه لسطح المكتب الايه الحاجه اللي هي كنت بتفرج عليها في الشاشه الصغيره ديت، بقت خلفيه لسطح المكتب بتاعي كله. في 3 اوضاع للحاجات ديت اللي هما البوزيشن اللي هنا، سنتر وتايل وستريتش. سنتر يعني حط، اذا كانت الصوره دي صغيره بتبان بقى فيها موضوع البوزيشن. اذا كانت الصوره دي صغيره، يعني فرضنا ان الصوره اللي مصممها عاملها صغيره، فالوضع الاولاني سنتر بيحط لك الصوره في الوسط وحواليها اللون اللي تحت ده اللي هو الاسمر المختار هنا، الكالر الاسمر. كالر ده يعني يعني كأن بالظبط الكالر ده بيمثل لون السبوره، كويس. وبعدين انا بجيب ورق حائط مثلا، او لون، بلاش لون السبوره، لون الحيطه، يبقى ده بيمثل لي لون الحيطه. والخلفيه دي بحط ورق حائط، فانا عايز ورق الحائط لان شكله احلى من لون الحيطه، بس كده كده بعدين الحيطه، كويس. هي نفس الفكره هنا بالظبط، فانا عندي خلفيه للجهاز، لكن في نفس الوقت في كالر، في لون للخلفيه برضك، رغم ان انا حاطط صوره. طب ليه انا ما بشوفش اللون؟ لان الصوره مغطيه. هي نفس الفكره، فانا ممكن اغير اللون من هنا زي ما احب، خلاص. امتى بقى الصوره اذا كانت صغيره؟ في الصور الصغيره بس الموضوع ده بيبان، بيختلف بقى الموضوع ده معاه. استريتش يعني يمسك الصوره، استريتش يعني مدها مدها، يعني كبرها لحد ما تملى المكان كله، تبقى كانها صوره عاديه، خلاص. بس ده بيقلل من جوده الصوره، يعني الصوره يبقى شكلها منغمس شويه. طيل يعني كررها، يعني بدل ما الصوره، طبعا ده مش هيبان غير في الصور الصغيره، الصوره اللي قدامنا دي صوره كبيره. مش عارف هنا هيبقى في صورة صغيرة ولا لأ، كل الصور اللي حاطها هنا صور كبيرة، صور كبيرة بمعنى انها بتملى الشاشة، خلاص. يبقى ستريتش اول وضع اخدناه ان انت تمسك الصورة تفردها تمطها بحيث انها تملى الشاشة كلها. الوضع التاني طيل، انك ما تخليهاش تملى الشاشة كلها بنفس الصورة، لا ده انت تكرر الصورة، تعمل الصورة مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، كأنك بترص ايه نفس الصورة 3 4 مرات. يعني مثلا هيقسم الشاشة ديت 6 حتت، كل حتة هيحط فيها صورة صغيرة، صورة صغيرة، صورة صغيرة، خلاص. هي نفس الصورة بيكررها أكتر من مرة. بقى سنتر يعني حطها في الوسط وحط حواليها اللون اللي تحت ده، تمام. في الصور الكبيرة ما بيفرقش معاه البوزيشن ده، في الصور الصغيرة بيفرق معاه البوزيشن. في الصور الكبيرة الكالر ده ملوش لازمة، في الصور الصغيرة الكالر ده له لازمة، لأن الكالر ممكن في السنتر بيبان الكالر بتاعي، خلاص. بختار الكالر اللي انا بحبه، اللون اللي انا بحبه، وبختار السنتر او البوزيشن، غالبا استريتش عشان الصور كلها تتمد. لو لقيت الخلفيه مش عجباني بغير، خلاص. احنا خدنا طريقه لتغيير الخلفيه في الاول، اللي هي يبقى الخلفيه انا بتفرج على الصوره، الصوره دي عجباني، ممكن تكون صورتي، ممكن تكون صوت حد انا بحبه، ممكن تكون صوره اي حاجه، صوره شخصيه، صوره جواز، صوره اولاد، اي صوره من الصور دي تعملها خلفيه للجهاز عادي، يعني مش مشكله. اي صوره، الصوره المصوره على الموبايل لو حطيتها على الكمبيوتر تنفع برضه تتحط على الجهاز، تتحط خلفيه للجهاز، اي صوره من الصور دي. وعرفنا الطريقه ان انا اضغط كليك يمين واختار سيت از ديسكتوب باك جراوند، خلاص. في طريقه تانية بقى من هنا، من هنا ادور على الصوره، ادور بايه؟ بالبراوز. البراوز ده بيفتح لي نافذه بتخليني ادور. فانا كنت حاططها فين؟ في ماي كمبيوتر، اقوم ضاغط على ماي كمبيوتر وبعدين حاططها في الاف. دي طريقة تانية لتغيير خلفية الجهاز، بإن أنا أحط الصورة اللي أنا بحبها برضو. أهو هنا سنقولها كمبيوتر، أقوم داخل على الصور. طبعا سنقولها كمبيوتر مش باين الصورة اللي أنا عايزها من هنا، فغير الإيه الفيو منيو من هنا، أقوم ضاغط عليها وأقوم مختار إيه، وأقوم مختار ثامب نيلز، وأقوم نازل لحد الصورة اللي أنا عايزها، أضغط عليها وأقول له أوبن، وبعدين أقول له أبلاي. هترجع الخلفية اللي أنا عايزها تبقى خلفية للجهاز، أو الصورة اللي أنا عايزها تبقى خلفية للجهاز. معنى خدنا دلوقتي تو تابس، الثيمز والديسكتوب. الديسكتوب فيه كمان حاجة مهمة أوي أوي أوي، أحيانا كتير الأيقونات بتاعة ماي كمبيوتر، لا الأربع أيقونات الأساسية، ماي كمبيوتر وماي دوكيومنتس وماي نتورك بليسز والإنترنت إكسبلورر، دول 4 أيقونات أساسية. معاهم الريسايكل بن بيكونوا 5 ايقونات لازم أن تكون موجوده على الديسك توب. ممكن الاربعه اللي هما باستثناء الديسك توب يضيعوا، باستثناء قصدي الريسايكل بن يضيعوا، لان الريسايكل بن اول ما انت بتسطب النسخه بتلاقي الريسايكل بن في وشك وما بتلاقيش حاجه تانية،
يعني اول ما الجهاز بيبقى لسه، انا منزل نسخه الويندوز حالا يعني، لسه مسطبها يعني، لسه مشغل نسخه الويندوز حالا، انا اخد التسطيب وازاي ننزلها قدام ان شاء الله. الريسايكل بن هي اللي بتبقى موجوده ومفيش حاجه تانية، الاربعه التانيين بيبقوا مش موجودين. فانا بجيبها بالطريقه اللي انا هقول لك عليها دلوقتي، ان احنا بنجيب البروبرتيز، الديسبلاي بروبرتيز دي بنضغط كليك يمين زي ما خدنا ونوصل لحد هنا، بعدين من هنا بقى نقول له كاستمايز ديسك توب واعمل قدام الاربعه دول صح. نسخه الويندوز الوضعيه اللي هي بتنزل بيها بيبقى الاربعه دول مش قدامهم صح، فانا بعلم قدام الاربعه دول صح عشان الاربعه يظهروا، وبعدين اقول له ايه، اقول له اوكي خلاص. ناس كتير قوي لما الايقونات دي بتروح منها ما بتعرفش تجيبها. في حل تاني بسيط، انك تخش على من قائمه ستارت، تخش على نفس الايقونات دي موجوده في قائمه ستارت، ممكن تخش على من قائمه ستارت لو يعني ما كنتش بتحب الطريقه اللي انا قلت عليها، او لو انت بتحب مثلا، في ناس بتحب ديسكتوب يبقى فاضي معلوش ايقونات كتير او حاجات زي كده، كل واحد اللي يريحه. بعد كده السكرين سيفر، السكرين سيفر دي انا حافظت الشاشه، يعني شاشه متحركه بتجيلك تحفظ لك الشاشه نتيجه انك بقالك شويه وقت انت اللي بتحددهم ما لمستش الماوس ولا الكيبورد. يعني انا لما بقعد ما لمستش ماوس ولا كيبورد، كمبيوتر بيخش في وضعيه ايه، عايز ان هو ايه، حاسس ان هو مش شغال، فبيعمل حافظه الشاشه دي. فانا بختار الحافظه اللي عجباني، من هنا بقوم مختار الحافظه اللي عجباني. مثلا ابتدي اجرب في الاولى، اضغط هنا تاني، طبعا بضغط ضغطه شمال على المنيو من هنا على السهم بتاعها بيفردها. مثلا هقول ممكن اعمل ماي بيكتشرز سلايد شو، لو انا حاطط طبعا انا مش حاطط صور في ماي بيكتشرز، لو حطيت هنا صور في ماي دوكيومنتس، هو هنا بيقول ان انت مش حاطط صور، لو انا حاطط صور هنا في ماي دوكيومنتس هنا تمام، ده شورت كات اصلا، ده مش اصلي شورت كات او علامه السهم بتاع الشورت كات احنا عارفينه طبعا. فانا لو حاطط صور شخصيه ليا هنا او اي صور انا بحبها هنا، هيعمل لي بقى سلايد شو، بمعنى ان الصور دي التانيه تتعرض صوره ورا التانيه ورا التالته ورا الرابعه خلال الفتره اللي انا بقعد فيها الجهاز ما لمستش فيه الكيبورد والماوس بقالي فتره. طب انا هختار مثلا، هنقول ان انا هجيب ده اللي هو اسماء الحسنى، اسماء الله الحسنى. في اسماء الله الحسنى، طب لو عايزين نتفرج على الوضعيه ديت او نشوف ايه اللي بيحصل فيها، ممكن نعمل هنا بريفيو، لو انا الصغير مش عجباني اعمل بريفيو استعراض، نتفرج على الموضوع ده. بالتانيه تعرض لي لحد ما احرك الماوس او الكيبورد، اول ما احرك الماوس او الكيبورد يرجع الوضع كما كان عليه، يعني مجرد تحريك الماوس او الكيبورد السكرين سيفر بيروح. يبقى لما يحصل سكرين سيفر ما قلقش، حرك الماوس اضغط على الكيبورد خلاص. فبعد ما اتفرجت عليها او شفت شكلها وعجبني، بحدد بقى الوقت اللي الجهاز هيستناه. لو انا مش محتاج، يعني لو انا قعدت محركش الماوس او اضغط على الكيبورد فتره معينه، الجهاز يقوم جايب لي السكرين سيفر دي. فالوقت ده مثلا مكتوب هنا 10 دقايق مينتس دقايق، فانا بختار 10، ممكن ازود انقص زي ما انا عايز خلاص. طب فرضنا ان واحد ما بيحبش بقى موضوع السكرين سيفر، وانا واحد من الناس دول ما بيحبش موضوع السكرين سيفر ده اصلا وملهاش لازمه وبتاع، فاقوم جاي بضغط من هنا اقول له نان. يبقى انا عرفت ازاي اشغلها، اختار اي حاجه من الحاجات اللي انا عايزها. عرفت ازاي ما اشغلهاش بالشكل اللي انا قلت لكم عليه ان انا اختار نان، وعرفت ازاي كمان اظبطها من هنا خلاص. في بعض السكرين سيفر زي دي بيبقى لها سيتنجز كده، هنا الراجل اللي عامل الحاجات ديت السيتنجز بتاعتها، ان الراجل ايه بيوضح لي ان هو اللي عاملها وكاتب اسمه كده. في حاجات تانية زي مثلا ازنوفاني في ايه، ده من السكرين سيفرز اللي هم ليهم سيتنجز، بمعنى ان انا هنا بختار اصلا السرعه، يعني مثلا اقول له سلو نتفرج مع بعض، وبعدين هقول له اختار التكست اللي انا هكتبه، يعني مثلا ممكن اكتب اسم واخليه سكرين سيفر، يعني اخلي اسمي يتحرك بالشكل اللي قدام حضرتك ده، ده اسمي معروض قدامي اهو خلاص. فانا لو قلت له، لو عملت فورمات تكست يعني انسخ التكست كمان، ممكن اغير اكبره شويه مثلا، احط عليه افكتس ماشي كده تحته خط، ممكن اغير اللون شويه لانه مش عاجبني، خليه مثلا خلاص كده حاجه زي كده، وبعدين اقول له اوكي
وبعدين اقول له بريفيو كده نتفرج عليه مع بعض، الاقي اسمي بيتحرك قدامي كسكرين سيفر بمجرد تحريك الماوس. سكرين سيفر ده هيروح. فكده خدنا البريفيو والسيتنجز والايه والسكرين سيفر نفسه من هنا والويت. خلاص، في هنا خاصيه مهمه جدا الباور اوبشنز اللي احنا من باور اوبشنز بروبرتيز اللي هي قدامنا دي، باور اوبشنز بروبرتيز. احنا قلنا ايه الهايبر نيت، نتاكد ان هي معموله على صح. اوكي، لو احنا بنحب الهايبر نيت خلاص. طب هو قال لك هنا خلي بالك ديسك سبيس فور هايبرنيشن، يعني عشان تعمل عمليه الهايبر نيت، عشان تعمل عمليه السبات شيت واللي احنا شرحناها قبل كده في ازاي تقفل وتفتح الجهاز، اللي ما متفرجش على ازاي تقفل وتفتح الجهاز يرجع ليها ويتفرج عليها، هيلاقي الكلام ده مشروح ايه اهميه الهايبر نيت ويعني ايه هايبر نيت. فهو بيقول لك ان احنا محتاجين فري ديسك سبيس قد كده، قد ايه 10 ميجا وشوي. خلاص، لسه هناخد المساحات ان شاء الله لما نبقى ناخدها تبقى تعرف. خلاص، فانا قصدي ان يعني ايه عايز 10 ميجا و675، ويعني ايه ديسك سبيس ريكوايرد تو هايبرنيت. انت هنا بيقول لك قد ايه فاضي، قد ايه فاضي، وهنا مش 10 ميجا، هنا يعني 10000، قصدي 10000 ميجا وشويه ده اللي فاضي. هو محتاج 224 عشان يعمل هايبرنيشن. خلاص، بس طبعا كل الكلام ده ملوش لازمه لو انا ما عملتش ابلاي، لو انا عملت كانسل ولا كاني عملت اي حاجه، انما لما بعمل ابلاي التعديلات اللي انا عملتها بيبقى لها اصل. خلاص، بعد كده نخش في تاب كمان الابيرينس. الابيرينس من هنا بغير اشكال زي ما انا عايز بقى. هنا ممكن اغير الوان، اقول له لا اعمل الكلاسيك، الكلاسيك اللي هو القديم. مس الكلاسيك ده ان هو بيسرع الجهاز سنه، يعني لان الايه لان الالوان والاشكال دي بتاخد جزء من الرامات، فهي بتسرع الجهاز سن. خلاص، انا اقول له لا الوضعيه الايه الثانيه. الالوان بقى انا عندي هنا البلاك الاسود، هيجيب لي لون اسود. طبعا دايما لما يبقى قدام الشاشه دي بتبقى بريفيو. يعني ايه بريفيو؟ يعني استعراض، يعني اتفرج على التغيير. لو انا عملت الخاصيه دي ايه اللي هيحصل؟ انا عايز اشوفها قبل ما اطبقها. الجرين مثلا اخضر، خلاص بنى اللون اللي عاجبني فيهم او حاجه زي كده، واقوم جاي بيبقى هنا ده الكالر سكيم، وده الويندوز اند البوتونز. مشينا احنا بالرويال مود هنا. طبعا ممكن اختلاف النسخ، انا بشرح على نسخه معينه، نسخه ويندوز. في نسخه ويندوز ثانيه يبقى فيها تعديلات، حد مركب عليها حاجات، حد عامل فيها حبه حركات، فيها افكتس معينه. من هنا برضك لو قعدت تجرب في الحاجات دي عادي جدا، ما فيش فيها حاجه صعبه خالص. وهنبقى نقول ايه الحاجات اللي ما تجربش فيها في الكمبيوتر، او الحاجات الغلط انك تجرب فيها في الكمبيوتر. بعدين كمان الفونت سايز ده النورمال، الوضع العادي. لو احنا عملنا لارج خلي بالك هلاقي الخط ده وتخن، شوف الخط تخن والزراير كبرت وحاجات فظيعه. اكسترا لارج هلاقي ده ضخم جدا بقى. خلاص، طبعا انا بخليه نورمال عادي. تمام، في كمان افكتس هنا متعلم على اغلبها صح، ايه اللي هي ايه شو الشادوز اندر منيو، يعني اعمل تصديق خفيف اندر المنيو، شو الويندو كونتينس والد راجنج، يعني شويه افكتس يعني ملهاش لازمه قوي، بس اللي عايز يجرب فيها. والتغيير هنا مش مهم ان انا اقوله لك، لان انت هتلاحظه بعينيك. خلاص، لو عملت ولقيت التغيير شكله وحش خلاص، هنا الموضوع ده متساب خالص للاذواق، ما فيهوش كمبيوتر، ده ذوق واحد عايز كمبيوتر بتاعه يبقى بشكل معين. فاقعد جرب في الحاجات ديت، مفيش فيها مشكله خالص ان انت تجرب. القائمه دي كلها جرب فيها عادي باستثناء السيتنجز ومن هنا الباور اوبشنز. باور اوبشنز تجنب تجربه فيها الحاجات اللي احنا ما قلناهاش، والسيتنجز الى حد ما هنقول حالا حبه في السيتنجز. خلاص، الادفانس ده بقى ظريف جدا جدا جدا. الادفانس ده انا بختار حاجه، بضغط هنا مثلا على ده، شوف هنا ده الالوان اللونين المتداخلين هم. فانا لو هنا غيرت وقلت له مثلا حط لي احمر، شوف عمل تداخل احمر مع اخضر. تمام، فانا ممكن اقول له لا اعمل تداخل ازرق مع، وقمت فاتح القائمه ديت واقوم مختار الازرق مثلا ده اهو كده. على الناس اللي تحب الحركات والاشكال والالوان تختار اللون الاساسي اللي هو كلر 1 من هنا، واللون الثاني كلر 1. لو ضغطت على الازر هيجيب لك بقى البتاعه دي، تقعد تسحب فيها وتحرك في الالوان وتجيب الشكل اللي انت عايزه واللون اللي انت عايزه وتجرب زي ما انت عايز. خلاص، تمام. لو دخلنا في الافكتس كمان، الخط مش عاجبني اضغط عليه، او الحاجه اللي مش عجباني التكست بوكس ده اهو، الويندوز نفسها، الكلام، اللون، اي حاجه اضغط عليها في القائمه هنا
هتتغير بشكل عام في الويندوز الحاجة ديت. اقعد جرب بقى في الحاجات دي، لو عايز امسكهم واحدة واحدة واجرب بجرب. انا واحد من الناس اتعلمت الحتة دي ازاي، ما حدش قال لي عليه، قعدت هنا اجرب واحدة واحدة في الحاجات دي واشوف كل واحدة فيهم بتعمل ايه. فانت كذلك استعراضهم ملوش لازمة، مجرد تضييع وقت. انت امسك واحدة واحدة منهم 3 دي اوبجكت وشوف ايه الخاصة اللي فيها، انك تغير اللون وانك تغير اللون. طب اللي بعدها او ديت الابليكيشن باك جراوند، الديسكتوب اللون بتاعه عامل ازاي، السكرول بار السايز بتاعه عامل ازاي، ممكن اصغره ممكن اكبره. خلاص اقعد اجرب في الحاجات المتاحه. طبعا الحاجات اللي هي دايما بتبقى رماديه ديت، او يعني دايما بتبقى باهته، فالحاجات ديت تعرف على طول انها مش شغاله معانا، واللي شغال حاجه واحده بس اللي هي الحاجات البيضاء. خلاص يبقى احنا كمان اتعرفنا على الحاجات ديت واستعرضناها استعراض سريع. مهم جدا ان حضرتك تستعرضها مع نفسك. بعد كده هنخش في حاجه مهمه جدا اللي هي الريزوليوشن. الريزوليوشن بتاع الجهاز يعني ممكن تقول عليها دقه العرض او حاجه زي كده يعني، سكرين ريزوليوشن. فالريزوليوشن اللي انا عاملها دلوقتي اسمها 1024 على او في 1024 في 768 بكسل. خلاص البكسل دي يعني حته صغيره قوي 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 من الشاشه اللي قدامك، حته صغيره قوي تمام. يعني زي ما احنا بنقيس بالسنتي، البكسل ده بقى بنقيس بيه في الشاشات بدل السنتي. ف 1024 في 768 يعني ايه؟ يعني الشاشه ديت لها طول ده هو ولها عرض. الشاشه كل ما تبقى شكلها مستطيل كل ما يبقى احسن، كل ما تبقى الشاشه مستطيله كل ما يبقى احسن. يعني الشاشات المربعه او اسوأ، الشاشات المربعه اسوأ من المستطيله. خلاص فالشاشه اهي، فانا بفترض انها هنا مستطيل. خلاص الشاشه دي تحت البيكسلز اللي فيها اللي هي حته صغيره فتافيت الشاشه اسمها بيكسل. فالبيكسل ديت 1024 في الرأس عليها بقى اللي هو ايه 768، يبقى ده 1024 المرصوصين جنب بعض، 1024 بيكسل مرصوصين جنب بعض، ودي 768. ممكن انا اغير اكبر كده شويه واقول له ابلاي، هلاقي الايقونات كبرت. شوف بقى شكلها مختلف تماما وبتحتاج مني. خلاص انا كمان غيرت في ال كمان غيرت لاني كنت مختار الجرين، فالجرين كمان اتطبق معايا يعني من هنا. فاكرين من هنا اخترت الجرين اهو من الكالر سكيم، انما لو عايز ارجع للرويال اللي انا كنت شغال بيها اقول له كده واقول له ابلاي كده هرجع اللون الاولاني اللي انا كنت عليه اللي هو الرويال. خلاص فتلاقي الايقونات عندك دلوقتي كبرت، فانت ترجع تصغرها من هنا كده، تنقل الوضعيه المفضله دي دلوقتي. الوضعيه الاساسيه بالكمبيوتر كان بيشتغل عليها هي 800 في 600 اللي هي اول حاجه دي اللي هي الليس ليس ريزوليوشن. الكمبيوتر اصلا كان بقى جاي 800 في 600، ده الوضعيه الاساسيه. انما احنا دلوقتي غالبنا لا، من افضل الحاجات وبعض الشركات في الشاشات مثلا ال سي دي فيوسونيك مثلا بتظبط شاشاتها على ان ايه الشاشة تبقى 1024 في 768، دي من الوضعات الظريفة والجميلة جدا. فقلت له ابلاي بتطبق على طول. انت بتلاحظ التغيير، الايقونات كبرت، ايقونات صغرت، الكلام كبر، الكلام صغر. خلاص تمام. هنا الكواليتي كنترول، الكلر كواليتي له حاجتين، ميديوم يعني جودة الالوان، الالوان تبقى حلوة ولا وحشة. فانت قدامك 16 فالالوان هتبقى وحشة شوية لو عملت ابلاي. خلاص طبعا الفرق مش باين في الالوان الاساسية. خلاص او ممكن تبقى 138 فانا بخليها 100، قصدي ممكن تبقى 32 فانا بخليها 32، لان 32 دي اعلى حاجه عندي، و32 دي وضعيه كويسه جدا وحلوه للالوان. خلاص يبقى انا ممكن اغليها 16 وممكن اغليها 32، فانا بسيبها زي ما هي 32 اللي هي جوده الالوان. خلاص الترابل شوتر في اي حاجه او ترابل شوتنج في اي حاجه انك تحل المشكله. فبساعد معاك نافذه كده صغيره، هنبص عليها بصه، بيحاول ان هو يساعدك بيه على ان يبقى لو عندك مشكله في الصوره او في الشاشه ان النافذه دي تساعدك في حل المشكله دي. هنا طلع لي ترابل شوتر دي، فبيسالني سؤال الفيديو ديسبلاي كذا في كذا، المشكله حصلت فيها كذا، وقفل ليه.
فهو بيسألني على سؤال اهو: what problem are you have، يعني ايه المشكلة اللي مواجهاك. فانت بتقرأ الكلام الانجليزي ده وبتفهمه وبتختار الحالة اللي هي المشكلة اللي عندك، وبعدين تقول له next، وبعدين اللي بعدها، وبعدين اللي بعدها، وبعدين اللي بعدها، خلاص لحد ما بيقول لك الحل كذا 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 كذا. خلاص ده ترابل شوتر، اي حاجة تلاقي فيها الزرار ده ترابل شوتر، نفس الفكر، هيسألك اسئلة وانت تجاوب كأنه واحد بيحاول. لو المشكلة بتاعتك شايعة بيبقى مكتوب حلها، لو المشكلة بتاعتك نادرة حبتين خلاص. تمام، هنا ده نوع الشاشة بتاعتي فيليبس، تمام، ودي الموديل بتاعها 107 107 اي، خلاص، وده الاس اي اس اللي هو الشيبات والحاجات المتوصلة جوه، يعني حاجة مش مهم ان احنا نتكلم فيها دلوقتي، تفاصيل تقنية يعني مش ده وقتها، او مش ده الفيديو المخصص ليه. الادفانسد الادفانسد هلاقي حاجة كتير اوي، الحتة دي بلاش نلعب فيها، الحتة ديت بلاش نلعب فيها، انا بقول الحتة اللي بلاش نلعب فيها بس. هنا من الحاجات اللطيفة انك بتشوف كارت الشاشة قد ايه، فانا لقيت ان عندي ميموري سايز بتاع كارت الشاشة 32 ميجا، طبعا ده لان الجهاز قديم خلاص، انما دلوقتي المذر بورد البلت ان بتيجي بكارت مثلا 128 256 512 384 كمان، فلا عجب كتير. وانت لو مركب كارت الشاشة كمان ده هيعلى بالشكل انت عايزه. فانا عايز كنت عايز اعرفك، لما واحد يقول لك هو كارت الشاشة بتاعك كام، تيجي تبص على الرقم ده. خلاص تمام، في حاجة تانية ممكن تكون مفيدة هنا؟ السكرين ريفريش ريت ده ما يلعبش فيه، السكرين ريفريش ريت هو 60 هرتز ده كويس اوي عليه خلاص، بس يا ريت ما يلعبش فيه. هنبقى نتكلم عليه شوية لو تطرقنا لموضوع الصيانة وصيانة الشاشات والكلام ده، الحاجات دي برضك بقيت ما نلعبش فيها لانها بتعمل حبة حاجات في الصور كده الكلام ده. بس يبقى ما فيش حاجة تانية محتاجين ان احنا نستعرضها في المرحلة دي على الأقل. طبعا احنا ماشيين خطوة بخطوة، ما نقدرش ننط الحاجات من غير ما الناس يبقى عندها خلفية عن حاجات معينة. خلاص، شكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.